اهتز سكان حي حوض الرمان بمدينة فوكا البحرية ولاية تيبازا يوم أمس على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة بعد أن تسبب خلاف بينه وبين جيرانه في تلقيه طعنات قاتلة من قبل ثلاثة من جيرانه. حيثيات القضية تعود إلى أروقة المحاكم أين كان الضحية محمد أسامة متابعا من قبل أحد الأشخاص المتورطين في مقتله، وذلك في قضية الاعتداء، إلا أن المحكمة فصلت في القضية بمنح البراءة للضحية بعد قضائه لمدة 9 أشهر داخل السجن. التغطية لجمال دنبوشة. هذا محمد مسكين مات محقور، هذا طفل صغير عنده شهر ونهار من اللي خرج من الحبس مسكين دينو على الباطل وزادوا قتلوه، خرجهم قتلوه، ها وعدهم كاع غير عندها 4 أيام اللي كانت البروكيرور على بالهم كلش، ودائما راح يشكي دائما يدكهم وراه ويهرب لهم مسكين، يوميا يهرب لهم يدكهم وراه. حق روح هم كاع على بالهم هنا باللي خويا مات محقور وحكموه في كوان حق روح قتلوه. يا خويا هذا واش نقول لك انا؟ خويا مزيان ما تراجع جامي حقر والله جامي شغل ما كانش نقول لك خويا، علاش يا خويا حنا نطلبوا له بالرحمه؟ اخويا مات شاهد دوكا في ضرب. دايما يجوا عندنا هما يجوا عندنا للدار كانوا يهددوا فيه يقولوا له تخرج نقتلوك، هو ما كانش هناك كان في عين بنيان، كان جاي من عين بنيان زدموا عنده قتلوه هما كاع، دايما يجوا يهددونا يبعثوا له ميساج قالوا له وجد لك فن تاعك.